تخيل بقى ممكن الناس تحكم ازاي على انسان في وقت ما بلاده كانت بتمر بنكسة وظروفها الاقتصادية سيئة، يهرب ويدلس ويدمر اقتصادها بالشكل ده. طب ازاي الشعب هيثق فيه بعد كده وهو وزير؟ هو ده بقى الورق اللي سعد الدالي طبع منه 1000 نسخة يهددني بيهم ويبتزني زي اشرار السيمة عشان اغمض عينيا واسيب له الحبل على الغرب. الورق ده ما عدلوش اي قيمة لانه كان مرتبط بظروف سياسية واقتصادية انتهت من زمان. تتعبوا نفسكم على الفاضي كده نصف بيه، هتخليني اخسر الرهان، وسعد بيه برضه راهن على انك مش هتصدق ان دي النسخة الوحيدة منه. ومش هتصدق اكتر انه راهن على انك هترميها في وشي وانك هترجعها لي تاني بنفسك. انت جاي تلعب باعصابي وتتسلى بيها يا رفي بيه ولا ايه؟ عفو يا نصف بيه، كل حكاية ان سعد باشا بايع على العيش والملح اللي كان بينكم. قال لي روح حل المسألة ودي مع نصر بيه قبل الصحافة ما تشم خبر. انت بتهددني بالصحافة؟ انا ما فيش على راسي بطحة احسس عليها، الموضوع منتهي، الارض هترجع للدولة. يعني هترجع للدولة؟ احنا ملناش علاقة بسياسة ادارتك لوزارتك يا نصر بيه. ممكن سعادتك اطلب تليفون من عندك، وياريت كمان تطلب نمرة الفيلا بنفسك كمان. احنا كل اللي يهمنا يا نصر بيه انك تتأكد اننا بنعمل لمصلحتك. في صحفي اسمه ادهم فارس، صحفي في جريدة البدر، اكيد سعادتك تعرفه، هو موجود عند سعد بيه دلوقتي. كان مفروض انه هيبقى الورقة الاخيرة إذا ما وصلناش لحل في المشكلة بشكل ودي، لكن هنعمل إيه بقى نصب بإيه؟ سعادتك مصر تصعب علينا الأمور. قديمة، أدهم فارس ما بيكرهش حد في الدنيا قد سعد الدالي، ومستحيل يكون عنده أو فيه بينه وبينه أي اتفاق. المصالح بتتصالح يا نصب بإيه؟ أديني هطلب الرقم قدام سعادتك. اتفضل كلم ادهم فارس بنفسك. الو، ثانيه واحده. اتفضل سعادتك اتكلم على انك صحفي من الجريده وعايز تتكلم معاه. اتفضل عشان تتاكد. ايوه سعد بيه، ممكن سعادتك تدي السماعه للاستاذ ادهم؟ نعم. انت متاكد؟ غريبه مكالمة عشانك يا أدهم، أنت قلت لحد إنك عندي؟ لا خالص. ألو؟ 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 أيوه، الأستاذ أدهم فارس؟ أيوه أنا أدهم فارس، مين معايا يا فندم؟ إيه؟ في حاجة لا سمح الله؟ مكالمة مريبة جدا. مريبة؟ اعكس حضرتك الوضع، انت عندي في البيت وما تعرفش رقم تليفوني ومحدش يعرف انك عندي، ومرة واحدة يجيلي تليفون ويطلع عشانك. بتحصل في الافلام الهابطة بس. وجهة نظر تحترم ومحتاجة تفسير فوري من سعادتك. انت بتشك فيا؟ انا قاعد معاك يا ابني واستقبلت المكالمة وانت قدامي. يبقى انت لسه مصر تستخف بعقلي، عن اذنك. انت مولود واقف، اقعد لو سمحت اقعد. سعد بيه، انا اكتر حاجه بكرهها اني ابقى مش فاهم ايه اللي بيحصل حواليا. هنبتدي جد امتى؟ لما نبقى واضحين مع بعض اكتر. يبقى نبتدي بكره. اللي تشوفه. هتاخد مني كام؟ خلي الحكايه دي بيني وبين دار النشر اللي انا هتفق معاها على نشر المذكرات. واذا كنت انا دار النشر هتاخد مني كام؟ يا خبر ابيض، انت اكيد مخك ضرب. حياتك يا بابا، سيبني في حالي، انا مش ناقصك كفايه اللي انا فيه. احنا كنا بنلعب من بعيد لبعيد، ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل وخلاك تعمل البلوه السودا دي؟ معرفش بقى اللي حصل وخلاص. الله، طب ما قلتليش ليه؟
ما شرطنيش ليه؟ كنت مستني ايه يعني؟ انا مش لا اله الا الله، مش حال ما كنتش قايل لك على الفوله اللي مفطمني عليها عمك فوزي. وفر حضرتك كل الكلام اللي انت عايز تقوله. عم فوزي قام بالواجب والزياده. وانت ناوي على ايه يا محترم؟ انا في ايدي حاجه اعملها غير ان انا اكمل في اللي بداته؟ عليه العوض ومنه العوض. ادي اخره الشراكه مع ناصف مدكور. الراجل ده ادم ونحس، مفيش حد يشاركه الا لما لازم يجيبوا الارض. لا وايه؟ انت رامي نفسك في حضنه خالص ولا سائل في الدنيا واللي فيها. هو انا يا بابا جايبك هنا عشان تشورني ولا عشان تبكتني؟ دي هتبقى شوره غبره. طب وانت يا فالح ما شورتنيش ليه قبل مالطه ما تخرب؟ مالطه ما خربتش ولا حاجه، واذا كانت خربت تبقى خربت فوق دماغ ابن عمك سعد مش فوق دماغنا احنا. واحنا كنا لسه عرفنا رد فعله على موضوع الصلاحيه اللي راح منه لما هنبليه ببلوه تانيه. ما هي دي حلاوتها يا بابا، لو ما عرفناش نحصره ونضربه كام ضربه ورا بعض مش هنعرف نخلص عليه. احلم احلم يا حبيبي. يا ابني انا كان كل غرضي ان احنا يبقى لنا كيان كبير في السوق بعيد عن اي حد، وهو السوق كده بيقبل ده جنب ده، لان السوق لو بقي في ايد واحد بس قول على الدنيا السلام. اتفضل. الف مبروك يا فندم. ايه بس كون الوزاره الجديده مش بعيده عن معاليك يا فندم. خير يا سيدي، مسكنا واحد من الولاد نفذوا عمليه سعد الدالي. خطوه عزيزه. اتفضل. شمتاني يا سعد؟ مش طبعي يا ناصر. الوقت متاخر لكن ممكن افهم هنسوي الموضوع ده ازاي؟ بشكل قانوني وطبيعي. هنسدد المتاخر ونجدد حق الانتفاع لمده 20 سنه، ندفع منهم سنتين مقدمه. 20 سنه؟ هو ده الحد الاقصى يا ناصر. ايوه بس السعر اللي انت مأجر بيه ضعيف. لا لا لا، انا هدفع بسعر النهارده، انا راجل حقاني. وما دام الفلوس داخله خزانه الدوله يبقى كل واحد ياخد حقه، مش كده يا رفيق؟ مظبوط سعد بيه، كل واحد ياخد حقه. بكره هبعت لك المستشار محمد سلامه ومعاه رفقي ومعاهم الورق. تمضي يسلموك الورق. واضمن منين ان مفيش نسخه تانية هتظهر في اي وقت؟ بجد ما عنديش اي ضمان للمساله دي. الضمان عندك انت. طول ما الامور ماشيه في السليم انا مفيش خوف مني. انا اثبتت لك حسن نيتي وبعت لك النسخه الوحيده اللي كانت عندي. وللاسف انت رفضت الهديه ورجعتها لي تاني. محدش بيتعلم ببلاش. اه طبعا. انا كمان كنت محتاج حد يلفت نظري لحق الانتفاع عشان ابقى ماشي قانوني. طبعا انت مراعي ان انا بحافظ على المال العام اللي انا مسؤول عنه. اه طبعا. طبعا. مش كده عارف ايه؟ اه يا فندم طبعا طبعا. بيتهيألي الكلام خلص كده؟ لا لسه. في ايه تاني؟ انت ضيف عندي واكرام الضيف واجب. الأصول بتقول كده. مساء الخير. أهلا يا خالد، تعال. عليك نصب بيه مكور طبعا. آه طبعا طبعا. مساء الخير يا معالي الوزير. مساء الخير. بعد إذنكم. لا لا لا. لازم تشرب حاجة. احتفالا بالمناسبة السعيدة دي. طب بعد اذنكم. تحلي بقى. والله ما اعرف يا حبيبي، احنا من ساعه ما جينا هنا زوار بوب يا اما بيطلعوا له اوضته او بيدخلوا اوضه المكتب، محدش فينا بيبقى عارف هم جايين ليه ولا عايزينه في ايه. معذورين يا هبه، اصل انا اول ما شفت الراجل اللي اسمه ناصف مدكور ده قلبي اتقبض كده، معرفش ليه ما بقيتش استريح له خالص. الراجل ده غريبة، انت كنت اكتر واحد بترحب باللي اسمه ناصف مدكور، ايه اللي حصل فجأة كده؟ الزمن بقى، الزمن ظهره على حقيقته قدامي. من ساعة ما مسك الوزارة مكان عمي سعد وهو بيضايقنا وعامل لنا مشاكل في المجموعة. ايه اللي جابه هنا بس دلوقتي؟ ما تشغلش بالك يا حبيبي،
بوبي بيعرف يتعامل مع الناس كويس قوي. عايزك بقى تقول لي ايه اللي رجعك بدري النهارده على غير العاده. ها ها، بحاول افتح صفحه جديده مع حبيبه قلبي وابني. ايه غلطان بجد يا خالد؟ انا نفسي فعلا نرجع لايام الخطوبه والفسح والسفر. انت بعدت عنا كتير قوي الفتره اللي فاتت. كل حاجه تتعوض يا حبيبتي، كل حاجه تتعوض ان شاء الله. ألف مبروك يا سعد بيه، ألف مبروك. الموضوع لسه ما انتهاش يا رفي. ليه بس؟ ما الراجل بنفسه هيستنانا بكره عشان نخلص. ولا يكون قصدك ان هو مدبر نفسه ومجهز حاجه تانيه يضايقنا بيها؟ المشكله ان انا عارف ناصف مذكور وحافظه كويس. ناصف مذكور ده ما بيعرفش يفكر لنفسه، عشان كده بيدور على حد تاني دايما. انا زمان شاركته ولما اكتشفت قال عيب ورحت فاسخ الشركه. عمل ايه؟ راح للزكي باشا وناجي الدسوقي، وبعدين سابهم وشارك ناس تانيين، ودلوقتي رجع لهم. الغريبه ان ناصف مذكور ده بني ادم محظوظ ورزقه واسع، لكن غباءه وطمعه هم اللي بيضيعوه. عشان كده لازم يدور على حد يفكر له. بسيطه، احنا نعرف مين اللي وراه ونشتري دماغنا. بس مش ابو المحاسن هو اللي وراه دلوقتي. ابو المحاسن ده تعبان، بس تعبان حواه، يعني يعرف يعمل شويه حركات عشان يلم قرشين من الناس اللي بيتفرجوا ودمتم. انا عايز التعبان الحقيقي اللي السم لسه في نيابه ومستني الفرصه عشان يلدغني، ودي مسؤوليتك انت وفوزي. هو ايه اللي حصل؟ انت مش قلت ان انت جاي بدري عشان تقعد معايا؟ معلش يا هوبا، اصل انا افتكرت حاجه مهمه في الشغل. هو الشغل اهم مني؟ معلش يا حبيبتي. ايه يا اولاد؟ خير؟ ماله الشغل؟ شفتي بقى، اديكي ازعجتي عمي اهو. لا ما تشتغلش بال حضرتك يا عمي. ايه بقى؟ شوف يا عم ابراهيم لو صاحي يعمل لنا اتنين شاي. وعفري يا بنتي ما تقلقيش، الشغل شغلنا مش كده؟ الشغل شغلنا، نروحه ما نروحوش احنا احرار، ولا ايه؟ تشوفوا حضرتك. واقفه ليه يا بنت؟ اتفضل يا عم. يا حكايه الشغل المتاخر ده، ولا هبه خانقاك عشان كده عاوز تخرج تفك عن نفسك؟ ولا عندك لخبطه في الشغل عشان كده اتفاجئت لما شفتني؟ حضرتك ممكن تتصل وتطمن على الشغل بنفسك. يبقى نرجع للاحتمال الاولاني، هبه خانقاك. ما ترد قبل ما ترجع. شوف يا ابني، انا مش عاوز ابقى حما رزل وفضولي واتدخل في خصوصيتك انت وبنتي، لكن في حاجه فايتاك من زمان، يمكن جه وقتها عشان نتكلم فيه. تري مش عاوز تاخدني صاحب ليك. العفو يا عمي، ده شرف ليا. سيبك من الاجابات السريعه الجاهزه دي، لازم تفكر قبل ما تقول. عم ابراهيم مين؟ عايز الطلب. اعملي الشاي بنفسك عشان تبقي عملتي حاجه بايدك لجوزك وطمنت ابوك انك سبتي بيت شاطره. حاضر يا بابي. بنتي مش طايقاني. الستات دول حاجه غريبه مهما كانت علاقتك بيهم، اب اخ ابن، ما تفهمهمش. لما تطلع الزربونه بيلغوا اي اعتبار وما بيشوفوش اللي قدامهم. شكلك مش عارف توصل لحل معايا. اوصل لحل؟ ايه مالك اتخضيت كده ليه؟ يعني لو ما عندكش رد على سؤالي دلوقتي ناجله المره تانيه. لا يا عمي، مرة تانية هحتار أكتر. حاسس إن أنا أي حاجة هقولها دلوقتي هتعتبرها مجاملة أو نفاق، بس أنا هفتح قلبي ورزقي على الله. أساساً أنا شايف إنه ما ينفعش تلميذ يتجرأ يعني ويصاحب أستاذه من غير إذن الأستاذ نفسه. عارف حضرتك أنا لما سافرت بره عشان أدرس إدارة أعمال، كانت المناهج وأسلوب التدريب العملي كل يوم بيثبتولي إن أسلوبك في إدارة المجموعة هنا لو اتدرس بره هيقلب طبيعة المناهج، هيجروا وراك عشان تحضر لهم. حتى لما رجعت أبوي قال لي يا ابني أنت مجنون، حد يسيب ماله ويشتغل عند حد غريب حتى لو من لحمه ودمه. أنا طولت في الكلام؟ لا أنا سامعك.
يعني انا رايي يعني انه ايه الفايده ان انا اكون مدير وصاحب شركات وانا لسه من جوايا عود اخضر ما استواش؟ عشان كده انا اصريت ان انا اشتغل في المجموعه واتعلم. بس يا عمي قابلتني مشكله واحده، ان انا كنت بره المطبخ اللي فيه سر الخلطه، يعني زي ما بنقول في فن الاداره، كنت بشوف نتائج الحلول السحريه اللي كنت بتعملها لما كانت بتقابلنا مشكله من غير حتى ما تسيب مكتبك. يا عمي الشخصيه الاسطوريه لحضرتك من وجهه نظري تخوف اي حد ان هو حتى يفكر يقرب من غير استئذان او رغبه منك في انه يقرب. وانت كنت محتاج اذن اكتر من ان اجوزك بنتي وعينك مدير شركه ومصنع من اكبر مصانع المجموعه. شوف الكلام اللي انت قلته دلوقتي ياكل ودن اي واحد في الدنيا الا انا. الكلام المزوق ما بيأثرش فيا لانه مش طالع من القلب، والكلام اللي طالع من المخ بيبقى مترتب عشان كده ما بحسش بيه. انا سبتك تقول اللي جواك عشان حسيت انك بعدت عن عينيا الفتره اللي فاتت، وانا ما احبش حد يبعد عن عينيا، خصوصا الاذكياء واللي عندهم طموح كبير زيك. انا تحت امر حضرتك. انت بقالك قد ايه ما خدتش اجازه؟ اجازه؟ الاجازه اللي الناس بتاخدها عشان ترمي همومها وتفسح للناس اللي بتحبهم. ايه؟ ما سمعتش عنها؟ هو مش حضرتك كنت بتتكلم عن الشغل؟ ما هو الاجازه شغل. لو اشتغلت 365 يوم في السنه عقلك هيشيط وبعدين يتحرق. خد لك اجازه صغيره جوه مصر او بره مصر، تاخد مراتك وابنك تفسحهم، واما ترجع يبقى لنا كلام تاني. ايوه يا عمي بس اصل الشغل محتاج. فترجع تقول شغل تاني؟ لو هتعطل الشغل كنت انا اللي همنعك، مش هقول لك اطلع اجازه. الشاي اللي عاملاه بايديا. انت لسه فاكره؟ انا يا دوبك هطلع انام، بس اعملي حسابك جوزك عامل لك مفاجاه. ايه هتقعد؟ لا حول ولا قوه الا بالله. فرحان عشان فاكره انه هيفضل قاعد. امال هتعمل ايه لما تعرف انه هياخدها باجازه؟ ايه سكت ليه؟ ايه هي المفاجاه؟ قول لي خالد، قول لي ايه هي المفاجاه؟ سكت كده ليه؟